إذن التواصل يستمر متابعينا الكرام، وتحدياتنا تتواصل شوطا تلو الآخر، وشوطا الثاني عشر يحمل أيضا هذه الأسماء من الجعدان. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لنبدأ مع الصدارة الأولى والمركز الأول. مشاهدينا الأعزاء مع عديم محسن بسالب بعقيدان الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات مع عديم على أيضا صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني المركز الثاني قطع علينا عديم. هناك أيضا أعتقد شعار عموما سوف نأخذ ثالث الأسماء حتى نتعرف على صاحب المركز الثاني. مشاهد الأعزاء نأخذ المركز الثالث، هنا ايضا يتواصل رعد سالم بن سعيد بن سالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري، بينما هناك نعم بالفعل ياتي في هذه اللحظات ناصي لمحمد بن لسعد بن محمد بن الشرقي العفاري، بينما هناك التواصل وهناك القدوم من مليح لسهيل بن سالم بن هيا العامري، ياتي على رابع الاسماء، بينما خامس الاسماء هنا التواصل من مخاصم محمد بن سهيل بن حمد بن دليله بالويع العامري، يتواصل في هذه اللحظات على خامس الاسماء، بينما سادس الاسماء هنا المركز السادس مبلش عبد الله بن سهيل بن طماطم العفاري، ياتي في هذه اللحظات يقدم شعاره وتحدياته وانطلاقاته، بينما هناك الدخول التواصل ايضا في هذه اللحظات والقدوم مشاهدي الاعزاء ايضا من الشامخ محمد بن هلال بن سعيد العفاري، يتواصل في هذه اللحظات مع الشامخ في هذا المسار على سابع الاسماء. ناخذ المركز الثامن، ثامن الأسماء مبلش حمدان بن حميد الراشدي، هنا يتواصل شعار بن عثعيث، بينما هنا الدخول والتواصل أيضا في هذه اللحظات يأتي هنا مختار محمد بن نكد بن راشد بن سعيد الهاشمي، يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا المسار، وهناك الدخول من الحوت سلطان بن سعيد بن علي الدرعي. هذه النتيجة، لنعود إلى الصدارة إلى المركز الأول. إذن نعود متابعين الكرام إلى الصدارة الأولى والمركز الأول، ويأتي في هذه اللحظات يتقدم هنا الشامخ ليتقدم محمد بن هلال بن سعيد العفاري هنا من خلال هذا المسار وخلال هذا التحدي، وهناك رعد غادم لياتي هناك سالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري على ثاني الأسماء وثالث الأسماء، هناك الدخول وهناك التواصل في هذه اللحظات والقدوم أيضا من مليح لسهيل بن سالم بن هيا العامري، يتواصل على ثالث الأسماء، ولكن هناك أبو هلال يتقدم في هذه اللحظات، يتواصل هنا مع الشامخ مع الشامخ الشامخ شامخ سلام سلام، والنقطة الثانية والإنجاز الثاني
لهذا الشعار محمد بن هلال بن سعيد العفاري. الإنجاز الثاني للشامخ هنا تهانين وناموس. المركز الثاني كان الدخول من رعد لسالم بن محمد بن سعيد صباح العفاري. المركز الثالث ثالث الأسماء كان الدخول من مليح لسالم بسهيل أو سهيل بسالم بن هيا العامري مع مليح حتى على ثالث الأسماء. عودتنا بالتانية والناموس متابعين الكرام لمالك. أيضا هناك الشامخ محمد بن هلال بسعيد العفاري والتوقيت الزمني 4 دقائق 45 ثانية 72 جزء من الثاني تهانينا والناموس.